في منظمة الصداقة الدولية في مملكة السويد والشبكة السويدية العراقية للدراسات في لوند السويدية، والمتمثلة بالأستاذ الدكتور سمير الجبوري، وكذلك رئيس أكاديمية إثراء المعرفة الأستاذ الدكتور يوسف المشهداني. والشكر موصول لرئيسة منتدى الضاد العربي الأستاذة الدكتورة وسام علي الخالدي، وشكرا لهم الفرصة فشكرا لهم أتاحت لي الفرصة للحديث عن موضوع مهم يخص تراثنا العربي. عشان ارتاح منه. العفو دكتورة وسام، واضح الصوت؟ نعم واضح، نعم واضح. ارجو غلق المايكات اخوان، ارجو غلق المايكات جميعا، فقط دكتور ناصر يتحدث، رجاء غلق المايكات، هنالك تشويش. نعم تفضل دكتور. عنوان الندوة هو قواعد تحقيق المخطوطات على وفق منهج علمي رصين. لا بد في البداية من التعريف بمفهوم تحقيق المخطوطات أو تحقيق النصوص لغة واصطلاحا. قبل الولوج بموضوع قواعد تحقيق المخطوطات، لا بد من الوقوف عند مصطلح المخطوطات أو النصوص أو التراث. فبعضهم يطلق على هذا العلم مصطلح تحقيق المخطوطات، وبعضهم الآخر يذهب فيقول تحقيق النصوص، وفئة أخرى تقول أنه تحقيق التراث. فكلمة تحقيق لغة هي أجمعت المعجمات اللغوية على أنها هي من عفوا دكتور، انقطع الصوت. دكتور ناصر هل تسمعني؟ قطع الصوت، ربما هنالك اشكال في الصوت. نعم دكتور، الان واضح الان. تفضل دكتور. وذكر عن الشريف الجرجاني المتوفى 816 هجرية ان التحقيق هو اثبات المسألة بدليلها. وكذلك تعني كلمة تحقيق إحكام الشيء وتصحيحه وإثباته، لكن القدماء لم يستعملوا هذه اللفظة، وإنما استعملوا لفظة التحرير التي تقابلها اليوم كلفظة التحقيق. أما في الإصطلاح فتعني كلمة تحقيق هي إثبات المسألة بالدليل وتصحيح الكتب، وذلك بخدمتها وتوثيق نصوصها وتوضيح غامضها وضبط مشكلها. وقيل معناه قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو جملة يقال أو تعريف التحقيق هو إخراج النص كما تركه لنا مؤلفه أو قريب منه، كما تركه مؤلفه أو قريب منه. هذا فيما يخص تعريف التحقيق. كلمة نصوص، طبعا هي كلمة نصوص هي كلمة استعملت مجازا لتأدية معنى المراد، فهي تعني بالإنجليزية تيست من باب الاتساع،
وذلك لأنها تعني الجمل الأصلية المكتوبة للمؤلف وعليه. فالنص هو صيغة الكلام الأصلية كما وردت من المؤلف، والنصوص هو ما قاله المؤلف حرفياً وتقابله الشروح والتفاسير. فالكتاب المحقق، فالكتاب هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب إلى ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه. أما كلمة التراث فهي تعني في مجال تحقيق النصوص كل ما خلفه العلماء في فروع المعرفة المختلفة. فالتراث ليس محدداً بتاريخ معين، إذ قد يموت أحد علمائنا في هذا العصر، فيصبح ما خلفه مكتوباً تراثاً بالنسبة لنا. فما خلفه أو ما كتبه شوقي وحافظ وطه حسين والعقاد وغيرهم يعد تراثاً لا يقل أهمية عما خلفه لنا أبو تمام والمتنبي والبوهي وسيبويه والأصمعي والمبرد وغيرهم. هذه هي نبذة بسيطة عن ما هي تعريف التحقيق لغة واصطلاحاً. قبل الدخول بقواعد تحقيق المخطوطة، أعزتي الكرام، لا بد من توافر شروط مهمة جدا يجب أن يتصف بها المحقق، لأن هذا التحقيق هو علم وفن ولا يدخله كل من هب ودب، ولكن يدخل هذا العلم المتخصص له. من الصفات المحقق الإحساس بقيمة التراث العلمي والفكري، إحساساً ينبع من الإيمان العميق بدوره الفعال في بناء حضارة الأمة عن طريق إحياء تراثها. الحب والتعلق بتراثنا المخطوط ومعايشته وتوثيق الصلة به على نطاق واسع، قراءة ودراسة وخبرة ودراية بأسراره وخصائصه وأساليب تدوينه ومناهج كتبه وأنواع خطوطه. الخبرة والتمرس بتحقيق المخطوط والدراسة الواسعة بأصول تحقيقها ومعرفة أصولها وما كتب من خطوط متنوعة مشرقية ومغربية وغيرها. المحقق على علم ودراية بموضوع الكتاب أو بموضوع المخطوط الذي يريد أن يحققه. وكذلك، وهذه تعد من أهم صفة من صفات المحقق، الأمانة العلمية التي تقتضي النص وتصحيحه والاجتهاد في إخراجه على الصورة التي تمت به على يد مؤلفه من دون أن يتصرف به. الإلمام الواسع باللغة العربية وأساليبها ومفرداتها وسائر علومها، مما يذلل كثيرا من الصعاب التي قد تواجه المحقق في أساليب المخطوطة ولغتها. أيضا من الصفات التي يتحلى بها المحقق، وهذه أيضا صفة مهمة جدا،
الصبر والأنات، لأن المحقق كثيرا ما تواجهه مشكلات وصعوبات قد تتطلب وقفات طويلة ومتأنية للوصول إلى علاجها الصحيح عن علم ويقين وبعد طول بحث ومتابعة. المحقق قد يقف عند كلمة واحدة أياما لا يستطيع أن يقرأ هذه الكلمة، وقد يقف عند بيت شعري يريد أن يوثقه أيضا مدة زمنية. هذا يطلب منه الصبر وسعة البال والإلمام الواسع باللغة العربية وأساليبها وغيرها، وكذلك سعة الاطلاع على كتب التراث ومصادره في مختلف جوانب المعرفة ومعرفة مناهج المؤلفين وتوجيهاتهم العلمية وغيرها من الصفات التي يجب أن يتصف بها. بعد هذه الصفات التي يجب أن تتوافر في المحقق، والرغبة لدى المحقق في أن يحقق مخطوط، يجب أن تتوافر فيه رغبة في التحقيق. عندما تتوافر هذه الشروط مجتمع عند ذلك يتوجه للبحث عن مخطوط يعني يريد أن يحققه. عندما يعني يجد مخطوطا يريد أن يحققه، يجب أن يكون هذا المخطوط من ضمن اختصاصه، لأن هناك شروط خاصة يجب أن يلتزم بها المحقق عندما يريد أن يحقق مخطوطا. مثلا على سبيل المثال أن محقق يريد أن يحقق مخطوطا في اللغة العربية في النحو، يجب أن يكون من المتخصصين بعلم النحو العربي، يعني ما يصير هو يحقق مخطوطة في النحو العربي وهو تخصص جغرافيا أو تاريخ أو غير ذلك من التخصصات. إذن يجب أن يكون من المتخصصين بعلم النحو العربي، أن يكون ذا ثقافة واسعة باللغة العربية بشكل عام، علومها وتاريخها، أن يكون ذا دراية بتاريخ النحو والنحات، أن يكون ذا معرفة مجزية بالعلوم الأخرى التي دخلت الدراسات النحوية وتفاعلت مع علم النحو أخذا وعطاء كالمنطق والفلسفة والفقه والأصول وغير من العلوم، أن يكون ذا إلمام كاف بالمكتبة النحوية المطبوعة والمخطوطة. يعني المحقق الذي يريد أن يحقق للمكتبة النحوية عندما نسأله من أول كتاب نحوي وصل إلينا ويسكت، هذه طامة كبرى. أو متى توفي سيبويه أو الخليل، فعليه أن يكون ملما بأسماء الكتب النحو وكذلك علمائها ووفياتهم، أن يكون ذا خبرة بلغة النحات وأساليبهم في مؤلفاتهم ويوظف هذه في مخطوطته. عندما يريد أن يحقق مخطوطة يجب عليه أن يقف عند القيمة العلمية لهذه المخطوطة. هل أن هذه المخطوط التي يريد أن يحققها ذا قيمة علمية؟ فمن أين يعرف أن هذه المخطوطة لها قيمة علمية؟ وذلك عن طريق قراءة المخطوط قراءة فاحصة أكثر من مرة ليتبين له بعد ذلك قيمة هذا المخطوط، هل يستحق التحقيق؟
وهي المسألة ليست أن نجد أي مخطوط أمامنا نذهب فنحققه، لا، الشيء الأساس أن قيمة هذا المخطوط، هل له قيمة علمية؟ هل يضيف إضافة مثرية للمكتبة العربية؟ هذه المسألة مهمة جدا على المحقق أن يلتفت إليها وهو يبدأ بمشروعه في التحقيق. طيب، الآن بعد ما توافر للمحقق هذه الأشياء يذهب لاقتناء المخطوطة، وعندما يجد المخطوطة عليه أن يتبع خطوات قبل الشروع بتحقيقها. هل وجد هذه المخطوطة بخط المؤلف؟ إذا وجد هذه المخطوطة بخط المؤلف عند ذلك سيكتفي بها، لأننا لدينا قاعدة علمية في التحقيق أن النسخة الأساس في التحقيق هي خط، فإن لم يجد المخطوط بخط المؤلف عليه أن يبحث عن نسخ أخرى، ولا عذر في أن يقول لم أجد. اليوم الحياة أصبحت في متناول يد الباحثين، الكمبيوتر والإنترنت قرب المسافات ما بين الباحثين، وأصبحت المعلومة في متناول أيدي الباحثين والمحققين. فعندما يجد هذه المخطوطة قبل الشروع بتحقيقها عليه أن يفعل مجموعة من الإجراءات. أول إجراء يقوم به هو معرفة، قلنا قبل بعد معرفة قيمتها العلمية وأنها تصلح للتحقيق وأنها تنسجم مع عصره، عليه أن يتأكد من قضية مهمة جدا، هي هل المخطوط محقق أو لا. وهذه المسألة طبعا تجهد المحقق، أنا أقول أنها تجهد المحقق، لأنه سيرجع إلى استفتاء فهارس المخطوطات ومطاردة هذه المخطوط ومعرفة هل أن هذه المخطوطة حققت أو لم تحقق، وكذلك البحث في شبكة الإنترنت. بعد ذلك يذهب لسؤال أهل العلم، أهل المعرفة، أهل التخصص، يقول لهم هل أن على سبيل المثال أنا حققت في مرحلة الماجستير يعني قبل 20 عام كتاب شواهد قطر الندى للسيد صادق الفحام المتوفى 1205 هجرية، وأنا يعني أكاد أكون أول طالب حقق في جامعة القادسية، كان دراستي الماجستير في جامعة القادسية، ودراسة الدكتوراه أيضا أخذت تحقيق وكان عنوان الأطروحة الدرة السنية على شرح الألفية للشيخ زكريا الأنصاري. فأنا متخصص في التحقيق، رسالتي الماجستير والدكتوراه في التحقيق، وبحوثي للترقية للأستاذ مساعد وللأستاذية أيضا التحقيق. فعلى المحقق أن يسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة وأهل الاختصاص هل هذا المخطوط محقق، لأن ربما يخونه الإنترنت. طيب، إن لم يكن محققا، يعني اطمئن المحقق المخطوط ليس محقق وله قيمة علمية، وأنه بعد ذلك يأتي إلى
مرحلة مهمة هي جمع النسخ وترتيبها، وأنا أشرت إلى أن النسخة الأولى هي نسخة المؤلف، وهذه المؤلف بها وإحنا نسميها نسخة الأم، أو بعضهم يسميها نسخة الأصل. لها خصائص ومميزات، منها أن تكون تامة، أن تكون تامة، فأي يكون في هذه النسخة سينزل من منزلتها ويقدم التي تأتي بعدها. ثانيا الصحة. ماذا نعني بالصحة؟ صحة المخطوط، يعني أن تكون خالية من الأخطاء. وأيضا هذه النسخة التي تكون كثيرة الأخطاء أيضا ستنزل من منزلة هذه المخطوطة. ثالثا وضوح الخط، ولا أعني بوضوح الخط وضوح المعاني، لا، أنا أقصد به وضوح الخط، رسم الكلمات والأسطر. فبعض المؤلفين يعني عندما يؤلف كتابا لا يضع فارقا ما بين الأسطر، ولا يضع ما بين كلمة وأخرى، وإنما يكون هنالك تداخل بين الأحرف وبين الأسطر، مما يشق على المحقق قراءة المخطوط. فالمخطوط التي تكون واضحة هي تقدم التي تكون غير واضحة. إذا ما اجتمعت هذه النقاط وأنها بخط المؤلف ستكون قطعا هي نسخة الأم أو نسخة الأصل. والرتبة الثانية أو المرتبة الثانية بالنسخ التي قرأت على المؤلف، قرأت على المؤلف. أنا قبل ما أغادر النقطة الأولى فاتني شيء أن أذكره، لربما المحقق يجد للمؤلف بخط، يجد المخطوط بخط المؤلف أكثر من نسخة، ماذا يفعل؟ يعني أنا بحثت عن كتاب شرح شواهد قدر الندى للسيد صادق الفحام، وجدت أن أكثر من نسخة بخط يده، فكيف تكون المفاضلة؟ تكون المفاضلة في هذه المخطوطة أو في هذه النسخ على ماذا؟ الأحدث يعني أحدث كتابة للمؤلف، بمعنى أنه آخر نسخة وضعها المؤلف هي اللي أعتمدها، مو أول نسخة، وإنما تكون آخر نسخة. لماذا تكون آخر نسخة؟ لأن لربما المؤلف قد أضاف شيئا إلى المخطوط، أو حذف منه شيء، أو عدل أو غير، أو أنه هذه النسخة الأولى كانت نسخة مسودة والنسخة الأخيرة كانت هي المبيضة، فعلى المحقق أن يعتمد آخر نسخة كتبها المؤلف. هذا حبيت أن أشير له. ثانيا النسخة التي قرأت على المؤلف، وقد أشار عليها بأنه قد اطلع عليها وأجازها. النسخة الثالثة التي تأتي بالمرتبة الثالثة المنقولة من نسخة المؤلف، أو قوبلت بنسخة المؤلف، التي تأتي بعدها النسخة التي نسخت في حياة المؤلف، والتي تأتي بعدها النسخة التي أو كانت قريبة من حياة المؤلف، وهكذا. طيب أنا الآن
جمعت مجموعة من النسخ وقد رتبتها على هذه الشاكلة، ولكن وجدت أن في النسخة الأم التي اخترتها، لأنها لربما قلت كتبت بخط المؤلف أو كتبت بأحد تلاميذ المؤلف، خلنا نقول لأنه بخط المؤلف هي، وجدتها ناقصة وخطها غير واضح، فعلي أن أقدم النسخة الكاملة على النسخة الناقصة، والواضحة الخاطئة على غير الواضحة، والسليمة على العليلة التي فيها، أنا أقول العليلة التي فيها خارم أو تلف لبعض كلماتها. ليس الحكمة بأن النسخة القديمة هي تكون دائما الأفضل، لا، تكون دائما أفضل من الحديثة، فالقدم لا يعطي دائما مسوغا لتقديم النسخة إذا كان فيها تلف أو لم تكن واضحة، ولكن الوضوح وتمام النص هو من يجعل المخطوطة تكون هي المقدمة. بعد هذه جمع المخطوطة، جمع النسخ المخطوط، أنتقل إلى القاعدة الثانية هي المقابلة ما بين النسخ. يعني المقابلة ما بين النسخ، الهدف من المقابلة هو للإطمئنان بأن النسخة التي اعتمدت عليها تكون تامة. أنا لا أستطيع أن أعرف أن نسختي تامة إلا في ضوء المقابلة بين النسخ، وهذه العملية حقيقة أعزتي إخواني تحتاج إلى يعني مشاركة بعضهم، لأن لربما كما فعلت أنا في الماجستير لدي 5 نسخ، وعملية متابعة النسخة الأم مع هذه النسخ عملية ليست بالهينة، ليست بالسهلة المقابلة بين هذه، فتحتاج إلى من يعينك في هذه المسألة، أن توزع النسخ الأخرى على أخوانك أو زملائك في الدرس، وكل واحد منهم يتابع وأنت تقرأ وهم يتابعون، وتضع وتؤشر الفروق التي تجدها ما بين نسخة الأصل وما بين النسخ الأخرى. حين ذاك سيتبين لك مقدار سلامة النسخة التي بين يديك، هل هي فيها نقص، نقصها قليل كثير، تكشف. هذه هي عملية المقابلة. عند الانتهاء من عملية المقابلة ننتقل إلى عملية أخرى، هي عملية نقل، تنقل النص من صورة المخطوط إلى صورته الحديثة. واليوم يعني بعض الأخوة ما ينقل النص مباشرة بالقلم، وإنما يذهب إلى الكمبيوتر ويكتب النص مباشرة طباعة، يعني من أجل يعني الوقت والتعجيل فيه. فنقل النص، وبعد نقل النص بصورة حديثة ننتقل إلى عملية مهمتين في تحقيق النصوص، ألا وهما عملية التخريج وعملية التوثيق. ويمكن للمحقق أن ينجزهما في وقت واحد، يعني يمكن أن يخرج ويوثق في آن واحد، ولكن الأفضل كما يعني تتلمذنا على أساتذتنا الكرام، علمونا أن لكل خطوة نعطيها حقها،
فعملية التخريج، كيف ماذا نعني بعملية التخريج؟ هو إخراج ما نجده صعبا وغير مفهوم وغامض ومبهم في المخطوط. مثلا على سبيل المثال، أنا أخرج علم من أعلام غير معروف أو قليل الذكر، ولكن لا أخرج سيبويه كما يفعل بعضهم، ولا أخرج الخليل، ولا أخرج المبرد، ولا أخرج الأخفاش. هؤلاء أعلام ولا أترجم لهم، لأن لدي قاعدة مهمة جدا في تحقيق النصوص، عدم إثقال الهامش. لا ينصرف المحقق إلى الهامش، عدم إثقاله. فعلي أن لا أترجم لهؤلاء، هؤلاء أعلام. يعني من منا لا يعرف امرؤ القيس؟ من منا لا يعرف لبيد، عبيد ابن وغيرهم؟ شعراء معروفون ولهم دواوين مشهورين معروفين. فهذه هؤلاء أعلام لا أترجم لهم، أترجم من ليس له حظ في الشهرة. أقف عند ترجمتي، وأيضا لا أطيل سطر ونص أو سطرين. ومن أخذ ترجمته؟ لا كما يفعل الآن من يحقق، يرجع إلى الكتب التي يعني تعنى بالتراجم، مثل الآن الكتب الحديثة التي ظهرت، معجم الشعراء في ديوان كذا، ومعجم الشعراء في معجم من معجمات. لا، أرجع إلى مصادر والمظاني الأصلية. إن كان نحوي أرجع إلى الطبقات النحويين، إن كان شاعر أرجع إلى معجم الشعراء للمرزباني، وكذلك طبقات الشعراء والشعر والشعراء لابن قتيبة وغيرهم. هذا سيأتي الحديث عنها عندما أتحدث عنها. فعلى المحقق أن ماذا؟ أن يأخذ فقط الغامض يستخرجه. مثلا لفظة غامضة غير واضحة، يستخرج هذه اللفظة. بيت شعري، حديث نبوي، يستخرج الحديث النبوي. قراءة قرآنية ومثل وغيرها. عملية التوثيق. إذا عرفنا التخريج أنه فقط الغامض، لا نسلط الضوء على مسائل معروفة مشهورة وأثقل الهامش. عيوب التحقيق إثقال الهامش. عملية التوثيق. إن كان لدي نص قرآني حصراً من القرآن الكريم، حصراً من القرآن الكريم، أوثق النص القرآني، آيات القرآن الكريم من القرآن الكريم فقط. ثانياً، القراءات القرآنية توثق من كتب القراءات حصراً، مو كما يفعل بعضهم أجده يوثق من كتب التفاسير. لا يجوز ذلك. القراءة القرآنية من كتب القراءات، الحديث النبوي من كتب الأحاديث النبوية الشريفة التي يعني تعنى بهذا الشأن، الألفاظ الغريبة من المعجمات اللغوية. علي أن أختار مجموعة من المعجمات، سواء أن أختار لمعجم أو معجمين. المثال، أخذ مثلا معجم الصحاح للجوهري، وأخذ لسان العرب، وأوثق الألفاظ الصعبة، إما أن أوثقها أو أشرحها. إن كان المؤلف لم يشرح اللفظة في المتن، أن أشرحها في الهامش وأوثق. فإن شرحها في المتن، أنا فقط أوثق جزء صفحة. أتي إلى الشعر، أقف عند الشعر، يحتاج إلى وقفة.
انظر إلى المؤلف، المؤلف إذا قال أو صرح باسم الشاعر، كأن يكون مثلا قال: قال امرؤ القيس، وجاء ببيت لامرئ القيس، أنا ما علي سوى أوثق هذا البيت من ديوان امرئ القيس، جزء صفحة خلص، دون الرجوع إلى بقية الكتب الأخرى كما يفعل بعضهم. لحظة، بيت واحد راجع لعشرين كتاب، على شنو؟ هو بيت في ديوان، بيت لشاعر معروف له ديوان، أرجع إلى ديوانه وتنتهي القضية. طيب، هذا إذا صرح المؤلف باسم الشاعر وله ديوان. صرح المؤلف باسم الشاعر وليس له ديوان، ماذا أفعل؟ اليوم جزاهم الله جزاء لأساتيذنا وعلمائنا، اتجهوا إلى جمع شعر بعض الشعراء الذين ليس لهم دواوين من بطون الكتب، فلذلك تجد أن بعض الشعراء ليس له ديوان ولكن له شعر مجموع، تقرأ على متن الصفحة الأولى من الكتاب جمع وتحقيق، شعر فلان جمع وتحقيق، هذا يعد أيضا لا نقول بمنزلة الديوان ولكن يأتي بالمرتبة الثانية، ممكن التوثيق منه. طيب، أنا لم أجد للشاعر الذي صرح باسمه المؤلف في المتن، لم أجد له ديوان ولم أجد له من جمع له شعر، حين ذاك أذهب إلى المجاميع الشعرية وأوثق البيت، كأن تكون المفضليات، الأصوات، كذلك الأغاني وغيرها من المجاميع الشعرية. أنا أقول إن ذكر اسم الشاعر في المتن، فإن لم يذكر اسم الشاعر، مثلا قال: وقال الشاعر، قال الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ونزل. طبعا الشعر الآن معروف، أنا أقول البيت، لاحظوا التعبير، البيت لامرئ القيس، ينظر ديوانه جزء صفحة، مع إخواني الأعزاء مع الرجوع إلى الطبعات المحققة في الدواوين، لا الاتكال على تلك الطبعات التي لا يؤخذ بها من جماعة دار صادر وشيل إيدك، لأني ما يعترف، علينا الاعتماد على محققين أمثال محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد السلام محمد هارون، محمد أحمد شاكر، محمود أحمد وغيرهم، رمضان عبد التواب، ولا نقف على تلك الدواوين التي هدفها التجارة، طبعت ونشرت ليست على وفق معايير علمية رصينة، فعلى المحقق أن ماذا؟ أن يبحث عن اسم قائل البيت الشعري فيجده ويوثقه. طيب، إن لم يجد قائله، بحث، دور، تعب، ما لم يجد قائله، هنا يجب على المحقق أن ينتبه إلى قضية، إن كان المخطوط نحويا يعني في النحو، إذن البيت الشعري شاهد نحوي هذا، عليه أن يوثقه من كتب النحو، يعني يكتب لحظة الكتابة هذا الوفق العلمي الرصين، لم أهتدي لقائله، أو بعضهم يقول لم يعرف قائله، وينظر في مثلا كتاب سيبويه الخصائص وغير ذلك من الكتب، او مثلا المقتضى بشرح الكافيه، شرح المفصل، اينما تجد البيت
وايضا عدم الاكثار، يعني في اربع خمس مصادر ممكن الرجوع لها. فان كان البيت الشعري ليس بشاهد النحو او المخطوطه ليست بالنحو، على المحقق ايضا ان يطارد هذا البيت الشعري في المجاميع الشعريه كما قلت، ويقول ان البيت وجدته في كذا وقد نسب الى فلان. كما مر عندما حققت كتاب شرح شواهد قدر الندى، وقد مر هذا البيت المشهور، وايضا هو بيت شاهد نحوي فيه: وساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بماء الحميم. وعندما رجعت بحثت وفتشت، طبعا المحققين يقول لم اعرف قائله، ولكن عندما وجدت وحققت ان هذا بيت مشهور ولحسان بن ثابت، والبيت هو في ديواني بروايه فساغ لي الشراب قبلا اكاد اغص بماء الفرات. وهذه تحدث كثيرا، ما تحدث نجدها في المخطوطات، ان النحويين يغيرون من رواية البيت الشعري لأجل تطويع هذا البيت تحت القاعدة النحوية التي وضعوها أو سنوها. هذا مجمل بسيط حول التعامل مع الأبيات الشعرية إن واجهت المحقق في المخطوط. بعد ذلك لدينا كما قلت الأعلام، نرجع إلى كتب المختصة بالأعلام كتاب الأعلام للزركلي وغيرها، ويترجم لمن هو أقل شهرة. وبعد ذلك، بعد هاتين العمليتين التخريج والتوثيق، ننتقل إلى عملية أخرى هي عملية ضبط النص. وأقصد بضبط النص أن يحرك النص كلمة كلمة، وكذلك أن نراعي قضية وضع علامات الترقيم ووضع أيضا الإشارة إليها، الإشارة إلى علامات الترقيم. طبعا في المخطوط سيحقق هناك اختصارات، كلمات اختصرت، رموز، فعلى المحقق أن يكون عالما عارفا بها، عليها أن يطلع عليها. مثلا يجد كلمة إلى أخ ألف لام خاء وتعني إلى آخر، أو يجد حرف حاء وتعني كلمة حين إذ، وتجد كلمة ألف هاء وتعني كلمة انتهى، ويجد كلمة صاد ويعني بها صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجد كلمة تع وتعني تعالى، وغيرها من الاختصارات والرموز التي يجدها في طيات المخطوطة. يجب على المحقق أن يكون عالما عارفا هذه الرموز، لأن هذه الرموز هي عبارة عن كلمات، وإذا أهملها فقد النص معناه. طيب، هذه العملية كلها يصل المحقق إلى تمام التحقيق، وينتقل إلى متممات التحقيق. ممكن أن نقسم متممات التحقيق على قسمين: قسم نسميها الفهارس، والقسم الآخر هي الدراسة التي تسبق المخطوط.
قسم الفهارس أيضا بعضهم يقسم الفهارس على قسمين، فهارس مختصرة وفهارس مفصلة. المختصرة وهي 5 فهارس، هذه دائما في كل كتب التحقيق تذكر دائما، اللي هي فهرس الآيات القرآنية، فهرس القراءات القرآنية، فهرس الحديث، فهرس الشعر، فهرس الأعلام. هذا يسمى فهرس المختصر. أما الفهارس التفصيلية التي كما فعلها المرحوم الأستاذ الكبير المحقق شيخ المحققين الأستاذ عبد السلام هارون عندما حقق كتاب سيبويه، أنا أخواني أقول لكم بصراحة أنا متحيز لهذه الشخصية العلمية الفذة، عالم كبير عبد السلام محمد هارون، يعني يكفي أنه حقق كتاب سيبويه، أول كتاب نحوي وصل إلينا قبل 1200 عام، تعامل مع نص قبل 2200، وكتاب نحوي. عندما أقول كتاب نحوي أن يعني أنتم تعلمون ما النحو، حركات وإعراب، يعني معناته أن المحقق يجب أن يكون عالما به، وإخراجا لا يستطيع أحد أن يعيد تحقيقه، بأربعة أجزاء. ثم ماذا فعل؟ وضع لنا جزءا خامسا فقط فهارس، وكانت فهارس تفصيلية رائعة. مع الأسف العراق لم يستضيف هذا العالم الكبير، أعتقد السعودية والكويت استضافته وكرمته على هذا التحقيق وغيره، طلع اللي حققهن خزانة الأدب وغيرها وغيرها، دواوين شعرية، هو ومن في طبقته في المدرسة المصرية، ولا أقلل من شأن المدرسة العراقية. فلدينا العالم الكبير مصطفى جواد، ولدينا أستاذنا الكبير الدكتور علي جواد الطاهر، ولدينا أستاذنا الفذ والعلامة مهدي المخزومي، وإبراهيم سامرائي، وكلاهما قد حققا كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، ولا ننسى أستاذنا الكبير الذي تتلمذت على يديه العلامة الأستاذ المتمرس زهير غازي زاهد. فيكفينا فخرا أنه حقق كتاب إعراب القرآن للنحاس، ولم يستطع أحد من بعده أن يعيد تحقيقه. إخواني، بقت مسألة أنه الدراسة، وهذه الدراسة أيضا تقسم على 3 فصول بحيث بمستوى المخطوط، إن كان يعني المخطوط دسم ذو قيمة علمية كبيرة ممكن أن يقسم على 3 فصول الدراسة، فصل وفصل لدراسة المخطوط نفسه، وفصل لوصف المخطوطات، عمل وصف المخطوطات، سواء كانت هذه المخطوطات تصفها وصفا عاما أو أن تصف مخطوطة مخطوطة. وهذا أيضا فيه منهج، ليس وصف المخطوطات بهذه الصورة العبثية، لا، عندما تريد أن توزع المخطوطات التي اقتنيتها وتسميها فلك فيها منهجان. الأول، إما أن تختار الحرف الأول من المكتبة التي اقتنيت منها هذا المخطوط، مثلا أنا مكتبة الحكيم سميتها حاء نسبة إلى الحكيم، أو أمير المؤمنين سميتها مكتبة أمير المؤمنين ميم، أو لك أن تسميها ألف باء جيم دال. طبعا الأصل تسمى الأصل، أنا سميتها الأصل. طيب الآن وكأني بعض
بعضكم يتساءل. وجدنا في النسخة الأصل سقطا، اكتشفناه في ضوء أو من خلال المقابلة مع النسخ الأخرى. فهل النسخ الأخرى التي جاءت والتي قورنا معها أو قابلنا معها، هل هذه زيادة على المخطوط الأصل؟ لا، هذه ليست زيادة، وإنما الزيادة هي فقط من المحقق، وإنما هذه تسمى تتمة، تممنا بها المخطوط الأصل. فكيف تكون العبارة الدقيقة؟ نقول سقطت من الأصل، مثلا الكلمة سقطت من الأصل، وما أثبتناه فهو من يا نسخة ألف باء جيم دال، سقطت من أصل. ولا نقول هذه الزيادة من ألف، لأنها ليست بزيادة وإنما تتم. الزيادة فقط يضعها المحقق، ولها قوسان خاصان بالزيادة وهما شرط أنه يجب أن يكون المحقق عارفا بالترقيم وكذلك بالخطوط العربية لكي يستطيع أن يذكر هذه المسألة. أنا يعني هذا يعني خلينا نقول مختصر لعملية التحقيق، لأنها عملية لا يمكن أن يعني نسردها بساعة، تحتاج إلى أكثر من ساعات يعني القول فيها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت وأجدت أخي الفاضل دكتور ناصر على هذه المحاضرة القيمة التي كنت فيها.